بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله هادياً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً، فصلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فإنه في هذا اليوم الثلاثاء الرابع من شهر ذي الحجة نستأنف الدروس العلمية في المسجد الحرام، وقد أحسن إخوانكم في إدارة التوجيه والإرشاد بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في وضع عدد من الدروس المباركة والبرامج النافعة، ومنها برنامج يا معشر الحجيج، والتأكيد على أن الحج عبادة وتقديس لا شعارات وتسييس، وهذا برنامج مبارك يؤصل هذه القضية المهمة في عدد من الأمور. الأمر الأول أن الحج عبادة، وإذا كان الحج عبادة فلا بد من توفر شرطي العبادة فيه، وهما الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية العظيمة دلت على فرضية الحج بعدد من الأمور. الأمر الأول التأكيد بالواو، ولله على الناس. الأمر الثاني تقديم المعمول في قوله لله والتقدير وحج البيت لله على الناس، لكن لما قدم لفظ الجلالة دلالة على تأكيد هذه الفريضة العظيمة. ومن المؤكدات أيضا المجيء بعلى، وعلى تقتضي الوجوب، ولله على الناس، فهذا من صيغ الوجوب، وأن الحج واجب بل ركن من أركان الإسلام. ثم قال سبحانه: على الناس، دليل على العموم، لأنه أتى بلفظ الناس عامة وسيأتي بالمخصص بعد ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى: حج البيت، والإضافة هنا إضافة تشريف وتكريم وتعظيم لهذا البيت الشريف، كما قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وقبلها: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وحج البيت مضاف ومضاف إليه، يفيد أن الحج لا يكون
إلا لهذا البيت الشريف. والحج كما تعلمون هو القصد، وفي الشرع قصد مكة لعمل مخصوص في زمن مخصوص بنية مخصوصة، فهذه الأمور لا بد من مراعاتها. ثم خصص سبحانه وتعالى أنه ليس كل الناس قادراً على الحج، فمن لم يقدر على الحج فلا حرج عليه، لأنه لا بد في الحج من شروط خمسة: الشرط الأول الإسلام، الشرط الثاني البلوغ، الشرط الثالث العقل، الشرط الرابع الحرية، الشرط الخامس القدرة والاستطاعة. ولهذا قال تعالى: من استطاع إليه سبيلا، وقد فسر أهل العلم الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة. وكل ما يتعلق بأنظمة الحج اليوم المعاصرة، فمن لم يجد تصريحا على سبيل المثال ولم يتحقق له الحصول على الطريقة النظامية في أداء الحج فهو معذور إن شاء الله حتى يتحقق له ذلك. وتزيد المرأة شرطا سادسا وهو وجود المحرم، وهو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأبيها وأخيها وابنها، أو بسبب مباح تحرم عليه أيضا على التأبيد أو على التأميد، لأنكم تعرفون أن المحارم إما بسبب أو بنسب، إما على الأبد أو على الأمد. على الأبد مثل الأب، يعني ما يمكن يأتي يوم ما يكون أب لهذه المرأة أو ابن أو أخ، لكن على التأميد بمعنى إلى أمد، مثل زوجها قد يطلقها ولا تكون من محارمه، فهذا إلى أمد، أي إلى أمد الزواج. ومنه أيضا المصاهرة. هذه شروط الحج. فإذا الأمر الأول أن الحج عبادة، إذا كان عبادة واتفقنا على هذا، فالعبادة مبنية على الإخلاص. ولهذا جاء في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما شاء الله تبارك الله، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إذا كان الأمر كذلك فأنت تحج تلبي لله، لا تلبي لعصبية ولا لعنصرية ولا لإقليمية ولا لطائفية ولا لأي شعار غير شعار التوحيد وشعار التلبية. يقول جابر رضي الله عنه: أهلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، يعني لبيك اللهم لبيك ولبيك لا شريك لك. ما يمكن أن يدخل الشرك، لأن العقيدة الصحيحة تقتضي أن تكون العبادة لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله. هذه هي العقيدة الصحيحة، هذا هو التوحيد. الذين يتقربون للقبور أو للأضرحة أو للأولياء أو لفلان من الناس، هل هؤلاء على حق أو على باطل؟ نعم، لابد أن تكون العبادة لله وحده لا شريك له. إياك نعبد وإياك نستعين. وهذا الأسلوب إياك نعبد أبلغ من نعبد إياك، هذا تقديم العامل، بحيث لا يمكن أن تصرف العبادة لغير الله. إياك نعبد وإياك نستعين. فيا من خالطت عقيدته أو عقيدته شيء من اللوثات العقدية المخالفة، أو استحسن بعض ما يراه الناس أو بعض الناس اليوم
في أن يكون الحج يصرف عن العبادة لله وعن التوحيد وعن العقيدة الصحيحة وعن شعار التلبية إلى شعارات ما أنزل الله بها من سلطان، إما سياسية أو قومية أو إقليمية أو طائفية. في الحج العبادة تذوب فيها كل معاني العنصرية وتبقى الأخوة الإسلامية، إنما المؤمنون إخوة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هنا ليس فيه أبيض أو أسود أو عربي أو عجمي، أيها الناس كلكم لآدم وآدم من تراب، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الشرط الثاني من شروط العبادة أنها مبنية على المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسولنا وحبيبنا وقدوتنا الذين كلنا ما أتينا للحج إلا اقتفاءً لسنته واتباعًا لملته عليه الصلاة والسلام، ونحن نحبه أفضل من حبنا لأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأموالنا، وحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم أفضل علينا من المحبوبات والملذات كافة. إذا كان الأمر كذلك فالحبيب يطاع ويتبع أو يخالف ويعصى ولا يتبع أمره؟ لا، لا بد من أن نطيع أمره عليه الصلاة والسلام. وقد صلى وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وحج البيت الحرام وقال خذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم، فهل رفع شعاراً غير شعار التوحيد؟ وهل رفع شعاراً غير شعار السنة وغير الاتباع وغير السير على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يسلكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالحج عبادة قائمة على الإخلاص، حج لا رياء فيه ولا سمعة، حج لا يقال لك حاج الحاج الفلاني، وإنما تريد ما عند الله تبارك وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر، يا له من فضل عظيم ومنة جسيمة أن تبدأ أيها الحاج حياة جديدة من خلال هذا الموسم، الحياة التي تلطخت بشيء من اللوثات العقدية والمخالفات من الشرك، وقل أن يسلم أحد، والشرك إما جلي وإما خفي وإما أصغر وإما أكبر. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فقد يكون حتى الخواطر وحتى الإرادات وحتى قصد شيء من ثناء الناس ومدحهم فيه شيء من الشرك الخفي أو الشرك الأصغر. فليتق الله الحاج في أن يخلص عقيدته وتوحيده ويرجع إلى ربه بعد حجه وفي أثناء حجه أفضل مما كان. وقد يتلبس بعض الحجاج ببعض البدع، عود نفسك أيها الحاج على الاتباع، بل هي السنة ليست مجرد عادة. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، وما آتاكم الرسول فخذوه
وما نهاكم عنه فانتهوا. أنت تحب الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذن فاتبعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فيجب الحقيقة أن نعلم أن ميزان المحبة الصحيح هو الاتباع. وأنت تأتي في الحج فلا تبتدع شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم ولا الصحابة بعام، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الناس بالتنزيل وأدراهم بالتأويل وأخبرهم بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الحج عبادة وتقديس، تقديس هذا البيت الشريف، تقديس أولاً رب هذا البيت، فهو الملك القدوس الذي يجب على عباده أن يقدسوه وحده سبحانه. فإذا لا تقديس في البيت الحرام إلا لله، الله عز وجل هو القدوس المستحق للقداسة بكامل صورها ومعانيها. ثم نقدس ما قدسه الله، قدس هذا البيت العظيم وعظمه وشرفه وجعله من شعائر الله ومن حرماته، فيجب على المسلم الحاج أن يعظم هذا البيت، ومن تعظيم هذا البيت أن ينصرف للعبادة فيه، لا يخلط العبادة بأي أمر من الأمور المخالفة. أما الأمور المباحة فلا حرج أن يتجر الإنسان، أن يأكل، أن يشرب، أن ينام، لكن في حدود المباح. أما ما حرمه الله عز وجل من البدع والشرك والمخالفات والمعاصي والذنوب والكبائر وحتى الصغائر قل أن يسلم منها أحد، على المسلم الحاج أن يلازم التوبة وأن يلازم الاستغفار. إذن الحج إلى بيت الله الحرام حيث البقاع المقدسة والمشاعر المشرفة في مهبط الوحي ومنبع الرسالة فريضة شرعية وعبادة مرعية، ركن خامس من أركان الإسلام، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. وكما في حديث جبريل حينما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخبرني عن الإسلام، فأخبره بهذه الأركان. وقد ذكرنا الآية العظيمة. ومن أدلة آية آل عمران رقم 97 على فريضة وجوب الحج كما قلنا: الواو ولله تقديم المعمول على الناس، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم قال: ومن كفر. ومن كفر يعني لم يأتي بالحج، لم يأتي بأركان الإسلام، عصى، خالف الله عز وجل في أوامره. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، عملك وعبادتك أيها الحاج هي لك، هي لك، بمعنى أن الله غني عن العبادة. الله سبحانه وتعالى غني عن عبادة الناس، خلقهم ورزقهم لا ليتعزز بهم من ذلة، ولا ليتقوى بهم من ضعف، ولا ليستغني بهم من فقر، حاشاه سبحانه. وإنما هذه العبادة لك أنت مطالب بأن تقوم بها، وهي في موازين حسناتك، لكنها في مجال الإخلاص تكون لله وحده تبارك وتعالى. هنا في مكة المكرمة حيث تسكب العبرات وتتنزل الرحمات وتقال العثرات وترفع الدرجات وتكفر السيئات ويجود رب البريات سبحانه وتعالى
كما في الصحيحين: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الحج المبرور، ما هو الحج المبرور؟ يعني ليس كل حج يكون سبباً في دخول الجنة، وإنما الحج المبرور، الحج المبرور القائم على التوحيد، القائم على الاتباع، القائم على إخلاص النية لله عز وجل، فيه إطعام الطعام، وفيه إقراء السلام، وفيه ذكر الملك العلام، وفيه عمل الصالحات واجتناب المحرمات. هذا هو الحج المبرور. ولهذا ليس كل من حج البيت فحجه مبرور، ولهذا يذكر عن بعض السلف أنه قال: الراكب كثير والحاج قليل، يعني الذي قد تحققت فيه شروط الحج وانتفت موانعه وتحقق بر حجه هذا قليل، ومع ذلك ففضل الله واسع. الحجاج والعمار وفد الله سبحانه وتعالى، وهم ضيوف الرحمن، وحاشاه سبحانه ألا يكرم ضيوفه. ما أتوا إلا للجنة يريدونها، يريدون مغفرة الذنوب، يريدون ستر العيوب، يريدون رفع الدرجات، فهو سبحانه مولى كريم ورب غفور رحيم، يجود عليهم بفضائله ومكارمه سبحانه. دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. نكرر إذن أن الحج فريضة، والحج عبادة، ليس عادة، ليس نزهة برية ولا خلوية ولا شعارات سياسية ولا دعوات طائفية، وإنما عبادة قائمة على الإخلاص لله تبارك وتعالى. ولهذا سمعنا في الآيات في صلاة المغرب الآيات العظيمة في فرض هذه الشعيرة وهذا الركن، وفي أيضاً تعظيم هذا البيت، وفي تبوئ هذا البيت وتبوئته: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. لماذا؟ ألا تشرك بي شيئاً، هذه هي العلة. ولهذا فالمقصد العظيم من الحج هو التوحيد وعدم الإشراك بالله. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار، لماذا؟ لإقامة ذكر الله. فالله عز وجل هو الذي يذكر في هذه الأماكن، ولا يشرك به: ألا تشرك بي شيئا. ثم قال: وطهر بيتي، تأكيد على أن التطهير يكون حساً ويكون معناً. طهر بيتي بكل أنواع التطهير الحسية والمعنوية، النظافة، أيضاً التطهير من الشرك. ولهذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأتى إلى البيت طهر الكعبة من الأصنام وغسلها يوم الفتح، وكان فوقها 360 صنماً، فحطمها وهو يقرأ قول الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين. بدأ بالطائفين، فالطائفون هم أولى الناس وأفضلهم عملا في هذا البيت، لا أفضل من عمل الطواف في البيت الحرام والمسجد الحرام. ولهذا بدأ بالطائفين، وثم بعد ذلك القائمين والركع السجود. ثم قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. مش معنى رجالا يعني ذكورا، لا، يأتوك رجالا ذكورا ونساء، لكنهم ماشين راجلين
والمترجل هو الذي يمشي، الراجل هو الذي يمشي. ولهذا قال بعدها: وعلى كل ضامر، أي على كل جمل أو بعير ضامر من شدة السفر والشوق إلى بيت الله الحرام. وعلى كل ضامر، يعني يأتي الناس مشاةً ويأتون ركباناً، من قبل كانوا على الجمال والبغال والحمير والخيل، واليوم على السيارات والطائرات والباخرات والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون. كل ذلك مسخر في خدمة العباد، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه، وفي الوصول إلى أماكنهم، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ومنها أيضاً هذا البيت الحرام الذي يبذل الحجاج فيه أنفسهم وأموالهم، ويتركون أهليهم وأولادهم وأوطانهم ويتكبدون المشاق. فلله كم من حاج ترك فلذات الأكباد ومرابع الفؤاد يأتي لأداء الحج إلى بيت الله الحرام. فليؤكد هذا الحاج على نفسه وليأخذها بما شرع الله عز وجل في أن يأتي للعبادة، ليس إلا يعني لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، أو أن يصرف الحج إلى غير شعيرة العبادة والحج، إلى شعارات متعددة. وأيضاً لا بد من مراعاة الأمن، الأمن في البلد الحرام. ولهذا قال سبحانه: امتن الله عز وجل على قريش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم، أولم نمكن لهم حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، فبدأ بالأمن، ثم بعد ذلك بالإيمان: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فلماذا بدأ بالأمن؟ لأن الأمن هو الفريضة والمطلب والحاجة الإنسانية والاجتماعية الملحة، فلو لم يكن هناك أمن لم يكن هناك حج ولا عبادة ولا طاعة ولا قربة إلى الله تبارك وتعالى. وهل يمكن أن يعبد الله المسلم في حال الخوف والاضطراب وفي حال القلق والاكتئاب وفي حال أيضاً الخوف على الدين والنفس والعقل والعرض والمال؟ لا يمكن. ولهذا التركيز على الجانب الأمني، ومن منة الله عز وجل على الناس حتى وهم في جاهليتهم، منذ دعوة إبراهيم عليه السلام والناس وهم في الجاهلية يعظمون هذا البيت ويجعلونه حرماً آمناً، حتى إن الرجل ليلقى قاتل أبيه وقاتل أخيه وقاتل ابنه في الحرم فلا يعرض له. وقد مر هذا البيت بفترات من التأريخ بين مد وجزر وأمن وخوف، لكن الله حفظه عبر العصور وعلى كر الأيام والسنون والقرون والدهور، وهو شامخ رمز للتوحيد والأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان. إلى أن من الله عز وجل بهذه البلاد وبولاة أمرها منذ عهد الإمام المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن رحمه الله، وإلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وأيده ونصره. وهذا البيت يجد ولله الحمد منهم الاهتمام
والعناية لا سيما في أمنه وأمانه واستقراره، فأمن هذا البيت أمن جميع المسلمين في كل مكان، وكل من يتوجه إلى الكعبة المشرفة فأمن مكة المكرمة وأمن الكعبة المشرفة والمسجد الحرام وأمن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن للأمة جميعاً. ولهذا لا يمكن أن يتعرض هذا البيت ولا يسمح بأي تجاوز وخرق للسياج الأمني الذي جعله الله عز وجل شعاراً لهذا البيت، جعل الله هذا البيت حرماً آمناً، سياج من الأمن والأمان، ومن دخله كان آمناً فلا خوف فيه ولا اضطراب. نعم، قد يقول قائل: والله أنا جيت في الحرم وسرق مني بعض المال، ولا أخذ مني بعض الشيء، أو حصل لي خوف من إنسان نشلني أو كذا. هؤلاء قلة بل أقل القليل، ولا يؤثرون على الأمن بصفة عامة، ولله الحمد والمنة. والجهات المسؤولة ورجال الأمن وفقهم الله يبذلون جهوداً في علاج أمثال هذه الظواهر التي تخل بالأمن. فأي دعوة إلى الخوف أو إلى الاضطراب أو إلى تعكير صفو أمن الحج والحجاج وأمن مكة المكرمة والمدينة المنورة فهي دعوة مرفوضة، دعوة مرفوضة. فالحج عبادة وتقديس، لها مكانتها في الأمن والأمان والاستقرار، ليس في الحج وهو الفريضة الشرعية والشعيرة المقدسة والقيم والأخلاق. القيم الأخلاق في موسم الحج تتجلى في الإيثار، في التضحية، كل ذلك ولله الحمد والمنة يجعل من شعيرة الحج مجتمعاً إسلامياً قيمياً أخلاقياً حضارياً. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال الله فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال فيه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. الدعوة والخلق القويم مبني على الرحمة بالخلق والدعوة إلى الحق واللطف بالناس. وقولوا للناس حسنا، الناس كل الناس مؤمنهم وكافرهم، فكيف بصفوة عباد الله من حجاج بيت الله الحرام؟ يجب أن تبتسم وأن تقول الكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة، والتعامل الحسن مع إخوانك المسلمين في مواطن الزحام، في المطاف، في المسعى، في رمي الجمرات، عند الدخول، عند الخروج، عند التدافع، فلا يتدافع المسلمون ولا يزاحم بعضهم بعضا، وإنما شعارهم تراحم لا تزاحم، شعارهم اعتصام لا انقسام، شعارهم اجتماع لا افتراق. وهكذا اعتصام لا انقسام، واتحاد ووحدة لا فرقة وشتات، كما قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ثم ذكر سبحانه وتعالى الحكمة من مشروعية الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لماذا؟ ليشهدوا منافع لهم. وصيغة منافع صيغة من صيغ العموم، وهي أسلوب النكرة في سياق الامتنان، يعم كل المنافع الدينية والدنيوية والأخروية والاجتماعية والصحية وغيرها. ولهذا قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. حتى الإنسان وهو في الحج وتهيأت له
شيء من أسباب التجارة التي لم ينصرف إليها ويترك الفريضة، وإنما حصلت له وتيسرت له، فقد قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله. يذكر اسم الله أو اسم غيره، اسم الله وحده، لبيك اللهم لبيك، لا تلبية إلا لله، لا شعار يرفع في هذا المكان إلا شعار التوحيد. ويذكر اسم الله في أيام معلومات، والأيام المعلومات هي أيام الحج. قال تعالى: الحج أشهر معلومات. الحج مبتدأ وخبره أشهر معلومات، هذا على الصحيح، ويجوز أن يكون الخبر محذوفاً تقديره الحج واقع في أشهر معلومات، وهي مواقيت الحج الزمانية: شوال وذو القعدة وذو الحجة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج أي دخل في الحج ولبى فيجب عليه أن ينصرف إلى العبادة، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث يعني الحاج جاي للعبادة، لم يأتي وهو في حال الإحرام إلى ما يهيج شهوته من محظورات الإحرام، ومنها المباشرة أو مقدمات الجماع أو دواعي الجماع أو الجماع نفسه، وهذا هو الرفث في قول المفسرين. وكذلك ولا فسوق، الفسوق هي المعاصي، ومن المعاصي الوقوع في المحظورات حال الإحرام، والمحظورات تسعة، محظورات الإحرام تسعة. ها، من يعدها؟ الأول حلق الرأس، حلق الذكر رأسه. قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الثاني التغطية الرأس بأي ملاصق، إذا أحرمت فتحسر رأسك، لا تلبس الشماغ والغترة والطاقية أو القلنسوة أو غيرها. ومنها أيضا لبس المخيط، فلبس المخيط أيضا محظور على المحرم، ينزع ثوبه وينزع قميصه ويحرم بإزار ورداء أبيضين نظيفين أو جديدين، ولهذا في الإحرام هو نية الدخول في النسك، الإحرام هو النية وليس مجرد لبس الإزار والرداء، ولهذا يجب على المحرم أن يراعي هذا في الإحرام، نية الدخول في النسك. فإذا وصل إلى المواقيت المكانية التي هي عرق العراقي يلملم اليمني ومن ذي الحليفة يحرم المدني والشام جحفة إن مررت بها ولأهل نجد قرن فاستبني، هذه المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. هذه المواقيت من وصلها وهو من أهلها أو مر عليها وهو ليس من أهلها، كما قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فعليه أن يلبي بأحد الأنساك الثلاثة: التمتع أو القران أو الإفراد، وأفضلها التمتع، وهو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ منها ويحرم بالحج من نفس السنة والعام الذي فيه أتى لعمل العمرة متمتعاً بها إلى الحج، ويكون عليه هدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الثاني القران، والقران هو أن يقرن بين العمرة والحج بنية واحدة: لبيك عمرة وحجا، ويكون طوافه طواف لحجه وعمرته، وسعيه سعي واحد لحجه وعمرته. أما المتمتع فعليه سعيان:
السعي الأول مع طواف القدوم للعمرة، والسعي الثاني بعد طواف الإفاضة للحج. هذه صفة القران. وأيضاً على القارن هدي، لأنه يجمع بين النسكين، والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارناً لأنه ساق الهدي. ومع هذا أمر الصحابة رضي الله عنهم أن يجعلوها عمرة بعدما انتهوا من السعي، وأمرهم بالتحلل، ولكنه هو لم يتحلل عليه الصلاة والسلام لأنه ساق الهدي، وقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. فدل على أن من ساق الهدي فالأفضل له أن يبقى على إحرامه إلى أن يأتي يوم العيد، ويفعل الأفعال الأربعة المعروفة التي منها اثنان يتحلل منهما، التي هي رمي جمرة العقبة والحلقة والتقصير وأيضا النحر، فمن فعل وطواف الإفاضة، فمن فعل اثنين من هذه الأربعة حل التحلل الأول. أما التحلل الثاني فلا يمكن إلا بعد طواف الإفاضة. ومن محظورات الإحرام الطيب، فلا يتطيب المحرم، ومنه قتل الصيد والاصطياد، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ومنه أيضا المحظورات عقد النكاح والجماع والمباشرة وغير ذلك مما ذكره الفقهاء رحمهم الله. وأركان الحج التي لا بد منها أربعة: الإحرام، طواف الإفاضة، الوقوف بعرفة، السعي. لابد أن تفعل هذه الأمور الأربعة، ومن لم يفعلها فلم يتم حجه. وهذا الفرق بين الركن والواجب. الركن لا يتم الحج إلا به، أما الواجب وهي الواجبات السبعة التي ذكرها الفقهاء فهذه من تركها فعليه دم. ومنها الإحرام من الميقات، ومنها الوقوف بعرفة إلى الغروب. من جاء عرفة صباحاً فيجب عليها أن يبقى فيها إلى الغروب، ومن خرج قبل الغروب ولم يرجع إليها فعليه دم. المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، من تركه فعليه دم، لكن لا بأس أن يبيت إلى نصف الليل أو إلى ثلثي الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة والشيوخ والنساء أن يدفعوا من مزدلفة بعد منتصف الليل. ومن الواجبات أيضا المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، يوم ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ومن الواجبات أيضا خامسا رمي الجمار. يا جماعة أنتم نايمين ولا حاجين؟ رمي الجمار ليالي أيام التشريق، ورمي الجمار في يوم 11 و12 لمن تعجل، ويوم 13 لمن تأخر من الزوال، ووقته حتى في الليل، ولله الحمد والمنة، فالأمر فيه سعة. ومن الواجبات سادسا الحلقة والتقصير، بيض الله وجهك. وسابعا طواف الوداع، لحديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فالمرأة الحائض لا حرج عليها إن شاء الله من طواف الوداع. هذه جملة من فقه الحج ومناسكه، نثبت أنه فقه وأنه عبادة وأنه تقديس وأنه تعظيم لهذه الشعائر العظيمة، وهو ترتيل ودعاء وذكر ونداء وخشوع ورجاء وابتهال من الأحناء وتوبة وثناء، بل منهج شامل ونظام كامل لهؤلاء الحجاج، وهو رسالة أمن وسلام
للعالمين جميعاً وعبادة خالصة، وليس محلاً لغير ذلك. لا شعارات، لا تسييس، لا طائفية، لا إثارة ضغائن وعنصرية وإقليمية وطائفية وحزبية أو مسيرات أو مظاهرات أو مناظرات أو ملاسنات، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال بمجرد أنك تخاصم زميلك أو أخاك الحاج لأي أمر من الأمور فهو ممنوع في الحج، فما بالك بالذين يصرفون الحج عن كونه عبادة إلى هتافات ومظاهرات ومسيرات. وهؤلاء القوم معروفون عبر التأريخ بأنهم مخالفون لأهل السنة والجماعة، مخالفون للصحابة رضي الله عنهم، طاعنون في أبي بكر وعمر، مكذبون بالقرآن، متكلمون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هم اليوم يجلبون بخيلهم ورجلهم ووسائل إعلامهم ويريدون أن يثيروا في الحج النعرات والدعوات الطائفية. فلا وألف لا لكل من أراد أن يصرف الفريضة عن التوحيد وعن السنة وعن العبادة إلى شعارات وتسييس ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا من عدم استشعار تعظيم البيت وعدم استشعار الفريضة. فالكفار حتى وهم في جاهليتهم كانوا يعرفون للبيت قدره، فكيف بهؤلاء الذين يزعمون الإسلام ويدعون الإسلام في مد يغزو بلاد المسلمين في سوريا وفي العراق وفي اليمن، يريدون الحقيقة التشويش على الحجاج وعلى أمن الحرمين الشريفين بشعارات سياسية ومخالفات للسنة السنية وللدعوة السلفية القائمة على توحيد الله عز وجل. فلا مكان لهؤلاء أبداً، لأن الحج عبادة، الحج رحلة إيمانية مفعمها أجواؤها بالمعالم السامية والأهداف النبيلة والفرص العظيمة للتلاوة والتوبة والاستغفار والإقبال على الله ولزوم صراط الله المستقيم، بعيداً عن اللوثات العقبية والفكرية والمخالفات المنهجية والسلوكية. الحج تتعزز فيه قيم الوسطية والاعتدال، قيم الوسطية والاعتدال والتيسير على حجاج بيت الله الحرام وعدم وقوع الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الوسطية والاعتدال الدين لا غلو فيه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حتى وهو في الحج في رمي الجمرات يقول: أمثال هؤلاء فرضوا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الغلو في الدين محرم ومنهي عنه حتى في الحجر الكبير، فكيف بمن يقتل المسلمين أو يخالف جماعة يشق عصا الطاعة أو ينزع العصا الطاعة من الإمام أو الجماعة ويقتل المسلمين ويكفر ويدمر ويفجر بين المسلمين وحتى في الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة؟ حرسهم الله من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وعدوان المعتدين وشر الأشرار وكيد الفجار. كيف لا يستشعر هؤلاء عظمة البيت؟ والله عز وجل يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ماذا قال السلف وأهل التفسير في الإلحاد بالحرم؟ قالوا: احتكار الطعام من الإلحاد في الحرم، قول لا والله وبلا والله من الإلحاد في الحرم. فكيف الإلحاد في الحرم يكون بالشرك والمخالفات ودعوة غير الله والولاءات السياسية؟
تسييس الحج مثلا والدعوات الطائفية والمخالفة لمنهج أهل السنة. إذا كان النبات لا يقطع، وإذا كان الصيد لا ينفر، فكيف يجر أمر الإنسان إلى الخطر وإلى القتل وإلى التدافع وإلى الأذى بأي لون من ألوان الأذى الحسي أو المعنوي؟ فليتق الله من يريدون أن يصرفوا الحج عن شعيرة التوحيد إلى هذه الشعارات. فالشجر والصيد والإنسان والحيوان كلها في مأمن، فما بالك بالإنسان؟ ولهذا فإن من فضل الله عز وجل على هذه البلاد المباركة تلك الولاية التي تعنى بالحرمين وأمنهما وقاصديهما ومنظومة الخدمات التي تقدم فيهما، الخدمات القوى البشرية ولله الحمد والمنة، الخدمات العلمية والتوجيهية والإرشادية والفنية والصيانة، وهذه التوسعات العظيمة، توسعة الحرمين، توسعة المطاف، توسعة المسعى، فيما يخفف على الناس ويحقق تيسير أدائهم للعبادة على أسهل وجه ولله الحمد والمنة. غير أننا اليوم في عصر الفتن وعصر التحديات والمزايدات، وأعداء الإسلام وأشدهم من يعلنون الإسلام وهم يطعنون فيه، يعلنون الإسلام لكنهم يطعنون فيه، إما من دعاة الإرهاب والتكفير، وإما من دعاة الطائفية الذين ما سلم منهم حتى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم اليوم يريدون أن يشوشوا على هذه الفريضة العظيمة. وهيهات، فالله حافظ بيته، حافظ ضيوفه ووفوده، ثم بهذه الدولة المباركة وبرجال الأمن الأشاوس الذين نحييهم ونشكرهم على جهودهم وندعو إلى التعاون معهم. فيا حجاج بيت الله الحرام، حياكم الله في مكة المكرمة وفي المسجد الحرام، نزف إليكم عاطر التهاني والأماني والتحيات، تحيات إذا زفت أثارت عبير المسك أو ريح الخزامة. أنتم أتيتم للعبادة فتفرغوا للعبادة في بيت الله الحرام، في مكة المكرمة، في مهد الإسلام الذي كتب الله فيه الأمن والأمان. كل البلاد وإن جلت محاسنها عقد فريدته بمكة قد وضعت، بمكة وضعت تسعى إليها القوافي السائرات، وتسعى إلى الكعبة الحجاج من قطعت. مكة المكرمة مهد الإسلام، والكعبة رمز التوحيد ورمز الإيمان ورمز الوحدة والمحبة والاعتصام والأمن والسلام والسلامة والخشوع والدعاء والإقبال على الله تبارك وتعالى. وقد ذكر الله عن هذا البيت أنه مبارك وهدى للعالمين، فمن بركاته وهداياته تلك الخيرات والأمن والأمان والجهود المباركة التي تعمل ولله الحمد والمنة في الحرمين الشريفين. إذا عاينته العين زال ظلامها، وزال عن القلب الكئيب التألم، فلا يعرف الطرف المعاين حسنه إلى أن يعود الطرف والشوق أعظم. فمن أجل ذا كل القلوب تحبه وتخضع إجلالا له وتعظم، محاسنه هيولى كل حسن ومغناطيس أفئدة الرجال. فلهذا الكعبة المشرفة جعلها الله قياما للناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قال أهل التفسير أي تقوم عليها مصالحهم في دينهم
ودنياهم وآخرتهم. فكل الخير والصلاح والنفع الديني والدنيوي والأخروي هو في هذه الكعبة، ومنها وإليها، ويكفيها أنها قبلة المسلمين في صلواتهم ومجيئهم إلى حج البيت الحرام. الله الله أيها الحجاج، يا معشر الحجيج، في التوحيد وتجريده عن الشبهات والشوائب والمحدثات. أهم ما يجب علينا تحقيق التوحيد لله عز وجل، فهو أعظم هداية وأنبل غاية تتحقق في ظل هذا البيت العتيق. التوحيد والأمن والأمان والإيمان بالله عز وجل في عصر يكون فيه التسافك والاحتراب والتطاحن والاضطراب والعنف والإرهاب والذاتية والعرقية. ولهذا نجد البيت سالماً بسلامة الله، محفوظاً بحفظ الله جل وعلا، ثم بما سخر الله عز وجل من هذه الدولة المباركة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. متفق عليه، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يختلى خلاه ولا تلتقط لقطته إلا لمن عرفها. الحج عبادة له شروط وواجبات وأركان ومستحبات، يجب على كل مسلم أن يتعلم، أن يفقه أحكام المناسك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فعليك أن تتعلم أحكام المناسك على الوجه الذي كان عليه الصلاة والسلام يفعله، ولا بأس بأن يسير المسلم على المذهب الذي يلتزمه، كالإنسان على مذهب أبي حنيفة أو على مذهب مالك أو الشافعي أو أحمد. لكن هؤلاء الأئمة جميعاً كلهم يأخذون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم يجتهدون في أمور فيها مساغ للاجتهاد، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفاً من البحر أو رشفاً من الديم. الله الله في الإقبال على الله وعدم التزاحم عند الحجر. لا تزاحم إخوانك المسلمين، الحجر تقبيله سنة، وإيذاء إخوانك المسلمين محرم، فكيف ترتكب وتفعل سنة وأنت في طريقك إليها ترتكب المحرم؟ يجب الحج ما وضع إلا لمقاصد، منها حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل والعرض والمال وتحقيق المصالح ودرء المفاسد وإزالة الضرر والمشقة تجلب التيسير والتيسير وعدم الحرج ورفعه على الناس. فلا تشق على نفسك ولا تشق على إخوانك المسلمين ولا تؤذيهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: يا عمر إنك شديد، رجل شديد يعني قوي، فلا تزاحم عند الحجر. ومع هذا فتقبيل الحجر سنة إذا تيسر للإنسان، وعند الركن تنحسر الخطايا ململمة جوانحها انهزاما، ففي ركن الحطيم له ائتلاق إذا رام الحجيج له استلاما. لكن بالأدب، آداب البيت الحرام وتعظيم الشعائر والمشاعر وعدم إيذائك إخوانك المسلمين، إن ذلك دليل على بر حجك. وأيضا يجب الحقيقة أن تنصرف إلى العبادة، إلى الأخلاق، إلى القيم، إلى الوسطية، الاعتدال، نشر المحبة والتعاون والتسامح والمودة والرحمة والأخوة بين المسلمين، بعيداً عن الغلو والتشدد والإيذاء والمزاحمة والحقد والبغضاء والشحناء والكراهية. وهنا تعظم مسؤولية العلماء
والدعاة وطلاب العلم والمسؤولين عن الفتوى، فيأخذ الناس بالأيسر على ضوء الضوابط الشرعية وعلى ضوء النصوص وعلى ربط الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحج صورة من صور التلاحم بين المسلمين، وأعداء الإسلام يستغلون اجتماع المسلمين، لأنه قد يكون في بعض اجتماعاتهم بعض الظواهر السلبية، فحذار أن نقع في شيء من الظواهر السلبية، ومنها الإيذاء والمخالفة والكلام الخشن والإيذاء للمسلمين والحجاج بالقول أو بالفعل. فقد الآن في وسائل الإعلام وفي مواقع التواصل الاجتماعي يأتي بعض الناس ويصور في الحرم، ولهذا نحن نقول لا يشغلكم الجوال والهواتف المحمولة وآلات التصوير. الحج ليس ذكريات فقط، وإنما الحج عبادة. لا يشغلك التصوير والذكريات عن العبادة والتوحيد والذكر والدعاء والانصراف لأداء المناسك على الوجه المطلوب. وقد بعض الناس يصور فقط الأماكن السلبية، ويستغلها بعض المزايدين والحاقدين على الخدمات التي تقدم في الحرمين الشريفين، فينفخون في الأمور الصغيرة ويجعلونها كبيرة، ويزايدون على قيام هذه البلاد المباركة بواجبها تجاه الحرمين الشريفين، وهي تعمل ذلك إخلاصاً لله وابتغاءً فيما عند الله، وتعمل أيضاً بكل كفاءة وبكل اقتدار. وليس من الإنصاف التشكيك والمزايدة في قيام هذه الدولة رعاها الله بواجباتها في مجال الأمن والأمان ومنظومة الخدمات المقدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما. يقال ذلك ليس منةً ولا استكباراً ولا فخراً، وإنما هذا هو قدر هذه البلاد وشرفها وفخرها، ولله الحمد والمنة. وهذا الجهاز، وهو جهاز الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وما يقدمه من أعمال جليلة عبر التوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، إنما يقدم بعض هذه الجهود خدمة لهذه الوفود المباركة من حجاج بيت الله الحرام. كل هذه الجهود التي تبذل أولاً من لدن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، الذي يستحق منكم الدعاء، الدعاء لهذا الرجل الصالح الذي نذر نفسه لخدمة الحرمين الشريفين وتخلى عن كل الألقاب واكتفى بلقب العزة والفخر والاعتزاز والشرف، وهو خادم الحرمين الشريفين. فنسأل الله أن يثيبه وأن يعينه وأن يوفقه وإخوانه قادة المسلمين، لأن قادة المسلمين يحتاجون منا الدعاء. فصلاح القادة هو صلاح للشعوب والرعية، فعلينا أن ندعو لهم بالتوفيق والسداد والصلاح والهداية، وأن يعينهم الله على ما تحملوا من الأمانة، وعليهم أن يتقوا الله في تحكيم الشريعة في أرض الله على عباد الله، وأن يطبقوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعتصموا بحبل الله جميعاً ويحذروا من التفرق والاختلاف. وكذلك علماء الإسلام والدعاة إلى الله، الحج فرصة للاجتماع والاعتصام، كفى فرقة وكفى اختلافاً بين المسلمين، منيبين إليه واتقوه، وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً، كل حزب بما لديهم فرحون. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يجعل حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن يحفظ أمنهم وأمانهم ورخاءهم واستقرارهم، وأن يجزي ولاة أمرنا ويوفقهم ويثيبهم على ما يقدمون للحجاج والمعتمرين وللحرمين الشريفين وقاصديهما،
وأن يجعل ذلك في موازين أعمالهم الصالحة، وأن يحفظ الحجاج وأمنهم من مكر الماكرين وكيد الكائدين وحقد الحاقدين وعدوان المعتدين، ومن شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وأن يمن عليهم بالقبول والتجارة التي لا تبور، وأن يعيدهم إلى بلادهم سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين، يرجعون من ذنوبهم كيوم ولدتهم أمهاتهم، ويجعل حجهم مبرورا، ويجعل جزاءهم الجنة وجنان الخلد والفردوس الأعلى بمنه وكرمه. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.